صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربعاء 29 أغسطس 2018. بتمنى لكم يوم جديد مليان بالخير والصحة والسعادة، واتمنى تتابعونا عبر فقرات برنامجنا المختلفة من خلال أرقام التليفونات اللي هتظهر دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة. عن فقرات برنامجنا النهاردة كالعادة بيبقى أول فقرة معانا باكر يا رب تسمع صوتي، ومن فقراتنا كمان فقرة الصحافة، الدنيا فيها إيه، نتجاوز في صحف وأخبار النهاردة. النهاردة عندنا فقرتين رئيسيتين، وأعتقد أن الفقرتين هيعجبوا حضراتكم جدا، لأن فيهم حاجات تهمنا يمكن كلنا. أول فقرة هنتكلم عن علم الكتابة، أن إزاي تعرف شخصيتك من الكتابة أو من خطك في الكتابة. هي إحنا كنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده، كنا فتحناه من كام شهر، لكن كان في نقط كتيرة كان المفروض نتكلم فيها، وكان في حاجات كتيرة مشاهدينا كانوا حابين يعرفوها. فالنهاردة نسأل الأسئلة اللي ما سألناهاش المرة اللي فاتت، إزاي أعرف شخصيتي أو شخصية ابني من خلال خطه في الكتابة. كل واحد فينا ليه خط مختلف، وكأن الخط ده هو بصمة الإيد بتاعتنا. العلم ده بيقول إن هو يقدر يعرف شخصيتك، ويقدر يعرف تطلعاتك للمستقبل، ويقدر يعرف أنت بتعمل إيه في حياتك من خلال بس خطك في الكتابة. وفي سمات شخصية، يمكن في سمات في الكتابة يقول لك إيه الصدق، يعني اللي خطها صغير قوي قوي تبقى دي أكيد بنت، اللي مش عارف خطه مش عارف إيه يبقى خجول، اللي خطه إيه منعكش إيه يبقى شخص عشوائي، اللي مش عارف إيه، حاجات كده ممكن نتكلم عليها النهاردة. لكن كمان عايزين نركز على نقطة مهمة بتقابلنا كتير، اللي بيبقى عندهم أطفال صغيرين، إمتى أمسك ابن القلم وأقول له يكتب إمتى؟ كل واحد فينا أول ما الولد بس يعني يبتدي يشد حيله كده هيكمل سنتين، بيبقى كلنا عايزين الولد يعني يقرأ ويكتب ويعمل كل حاجة، ونبقى مستعجلين على الحتة دي، ونديله بقى ونقول له لون واعمل ومش عارف إيه. إمتى ابني بشكل طبيعي يبتدي يكتب أو يبتدي يمسك القلم بالشكل الصح؟ طب لو أنا ضغطت عليه في مسكة القلم وبالعافية هتلون وبالعافية هتكتب وبالعافية هتعمل، هيأثر عليه إزاي؟ ده أسئلة ممكن نسألها أثناء الحلقة كمان النهاردة، ونركز عليها إمتى نعلم ولادنا فكرة الكتابة. كمان عندنا موضوع أثير في الفترة الأخيرة، والحكومة بتناقشه في الفترة الأخيرة، وبرضو يهم قطاع كبير جدا من المصريين العاملين في الحكومة، مش بس الموظفين، لكمان المواطنين اللي بتعامل مع الحكومة بشكل يومي. الحكومة عايزة تعمل إيه؟ الحكومة عايزة تعمل 3 أيام أجازة في الأسبوع، الموظفين ياخدوا أجازة خميس جمعة سبت، أصدقني زي ما بقول لك كده، ياخد أجازة 3 أيام في الأسبوع ويشتغلوا 4. طب بالنسبة للأجازات الرسمية والعطلات والأعياد والمواسم هياخدوها برضو، يعني كده يبقى ياخدوا أكتر من نص السنة أجازة. طب ده يفيد البلد ولا لأ؟ طب ده تفكير صح ولا لأ؟ طب هل لما يعني تقريبا نص الأسبوع أجازة، هل ده في مصلحة البلد؟ طب أنا كمواطن عايز أقضي مصالحي، أروح برضو يقول لي الخزنة بتقفل الساعة 12 الظهر وعندنا 3 أيام أجازة في الأسبوع، طب ده مش هيعطلنا؟ طب ده مش هيأخرنا؟ قال لك لا أصله هيوفر كهرباء، ومش عارف هيحد من الزحام في الشوارع والمواصلات، وهيعمل وهيسوي. عايزين نعرف أكتر ونفتح الملف ده بشكل عقلاني، ونشوف الكلام ده هيفيد الناس ولا هيضرهم. طبعا الموظفين على قلبهم زي العسل، يقول لك يا باشا هاخد 3 أيام اجازه وانزل 4 أيام غير الاجازات الرسميه وغير الاعياد وغير الاجازات اللي مش عارف ال21 يوم اللي عندي والاجازه المرضي والعارضه وبتاع، يعني يطلع نص السنه تقريبا مش شغال. وبرضه هنلاقي ناس بتشتكي تقول لك طالع عينينا في الشغل وما بيدوناش حقنا وعايزين العلاوه ريس والكلام ده كله. نسال كل الاسئله دي وان شاء الله نلاقي اجابات عليها. بتمنى تتابعوا حلقتنا النهارده على مدار فقراتنا المختلفه. هخرج لفاصل قصير وارجع مع حضراتكم، واول فقره معانا باكرا يا رب تسمع صوتي. صباح النور.
فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. الكتاب المقدس في ناس فاكراه إدم وعجز، ويمكن الناس مش محتاجينه، بس المسيح قال الكتب فيها الحياة الأبدية، وإحنا لازم نفتش، وده برنامجنا. لما نيجي نقرأ الكتاب نقدر نقرأ بطرق مختلفة. المهم ان احنا ما نقراش بعنينا بس ولا بلساننا، المهم ان احنا نغوص ورا كل كلمة. عندنا في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد، والاتنين يدونا غنى. العهد القديم بنشوف فيه المسيح العامل في التاريخ، في العهد الجديد بنكمل مع أبائنا الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فتشوا الكتب تشاهدونه في الأوقات التالية. منهج حياة، أن نكون رحماء، لأن الرحمة سوف تكون الفيزا لدخول الملكوت الأبدي. ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. ربنا يستر آثام الرحماء. كونوا رحماء فطوبى للرحماء. أما القلب غير النقي فهو القلب القاسي. في كل مرة أنت بتعطي الفقير أنت بتلتقي بالرب. حينئذ يقودك الرب على الدوام. منهج حياة، برنامج منهج حياة تشاهدونه في الأوقات التالية. أحد الآباء قال أطيب الوقت ما قدمناه لله، أطيب الوقت ما قدمناه لله، وأطيب المال ما أنفقناه من أجل الله. ما أجمل أن احنا نقدم وقتنا وحياتنا كلها لربنا. مفيش أجمل من قعدة حلوة مع ربنا، تشتكي له همك، تقول له على الحاجات اللي بتفرحك والحاجات اللي بتزعلك. مفيش أجمل من أن يبقى لنا صلة حقيقية بربنا، مش مجرد صلوات بنرفعها يعني عشان لازم نعمل كده، مش مجرد أن وقت بقضيه عشان لازم أروح القداس ولازم أحضر ساعتين. ما أجمل أن احنا أشعر بالوقت مع الله، أني أتكلم مع ربنا، وأني أرفع قلبي لربنا، وأني أعيش لحظات قدام ربنا، لحظات حية وحقيقية. أبقى واقف في القداس وأنا قلبي وعقلي وكل أفكاري مع الله وكفى، بعيدا عن ضجيج العالم، بعيدا عن كل مشاكله، بعيدا عن كيفية الحلول والحاجات المزعجة حوالينا. هو فقط الوقت كله لله. ما أجمل هذا الوقت. أهلا وسهلا بحضراتكم. أول فقرة معانا باكر أن يا رب تسمع صوت. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الأستاذ جوزيف كامل الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالرحاب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورنا وصباح النور. مرسية. نبتدي مع حضرتك وسادة مشاهدين آية جميلة قيلت في رسالة معلمنا بطرس الأولى، ونرجع لحضراتكم تاني. Thank you.
لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. آية جميلة قيلت في رسالة معلمنا بطرس الأولى نتأمل فيها النهاردة مع حضراتكم. أستاذ جوزيف، في البداية لو تدينا فكرة عن رسالة بطرس الأولى. تمام. هو أكيد طبعا زي ما حضرتك عارف أن كاتب الرسالة هو معلمنا القديس بطرس الرسول، أحد تلاميذ السيد المسيح. أكيد. بطرس ابن يونا، الصخرة اللي زي السيد المسيح دعاه. هو أخو أندراوس، أندراوس أخوه هو برضو اللي عرفه السيد المسيح. الرسالة دي كتبت في وقت اضطهاد نيرون المشهور، كان في ساعتها كنيسة مضطهدة اضطهاد قوي. كتب الرسالة دي من أجل أنه هو يبعث الرجاء للشعب ساعتها، وفي نفس الوقت يعرفهم إزاي يتخطوا الألم. فهنلاقي محور الرسالة كله بيتكلم عن الضيقات والألم وإزاي نتعامل معاها، ومهم قوي ومركز على قوي أن احنا نتعامل معاها برجاء، عشان من غير رجاء صعب قوي نتخطى مراحل الألم. فهنلاقي غاية الرسالة الضيقات والألم والرجاء باختصار. تمام، حلو خالص. نبتدي نتأمل محرك في الآية، يقول لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم. يعني الجملة فيها تعبيرات كتيرة وفيها كلام حلو، لو حركت فسرها لنا ويقصد ايه بمنطقوا أحقاء ذهنكم؟ احنا عارفين منطقوا دي يعني زي ما يقول واحد كده شد الحزام كده، او في الجيش، او يعني شد نفسك، لكن هو بيقولها عن الذهن. منطقوا أحقاء ذهنكم معناها ايه؟ تمام. هو منطقة أحقاء ذهنكم زي ما حضرتك أشرت بتشير إلى الجدية، بتشير إلى أن أنا أبقى مستعد. فكان زمان مثلا واحد وهو على سفر يمنطق أحقاء ذهنه علشان يقدر يسافر، ما فيش حاجة تعطله وهو ماشي. يعني منطق أحقاء ذهنه مش المنطقة دي للوسط، المنطقة يعني دي للملابس. اللي مسافر بيبقى عشان بس كان ملابسهم طويلة زمان، فكانوا بيرفعوا الملابس الطويلة دي ويمنطقوا بيها عشان ما تعقهمش. تمام، زي الجندي في الجيش شد الجيش أو الحزام واعمل كده. بالظبط كده. هو بس هو قال ذهنكم يعني. أنا هشرح لحضرتك المعنى الحرفي للآية، بعد كده نتأمل في المعنى الروحي. تمام. فالمعنى الحرفي بيقول إن احنا لازم نبقى مستعدين للحاجات العالمية ما نيجي نعملها. يعني لما ابقى داخل على شغل ما ينفعش تبقى في حاجات ربطاني، ما ينفعش ابقى مشغول بحاجة تاني، ففي حاجات ممكن تبقى مأيداني، ولو كنت على سفر فانا بتمنطق علشان ابقى مستعد استعداد كامل للعمل اللي انا هقوم بيه. تمام. فهو نط معلمنا القديس بطرس الرسول بيشير لينا الى منطقة أحقاء ذهنكم، وكأنه بيقول لنا ان برضو فيه في ذهنكم حاجات كتيرة ممكن تبقى شغلاكم، حاولوا ان انتوا تجمعوا كل افكاركم في المسيح. وهو هتلاقيه بعد كده زي ما احنا اشرنا في الاول هو بيتكلم عن الرجاء، فهتلاقيه ان هو بيتكلم ان جمعوا كل افكاركم وكل ذهنكم منطقوه، وبقوا مستعدين، ما تخلوش اثناء ما انتوا شغالين بقى في الاستعداد وفي التفكير في الملكوت اي حاجه تانية تعطلكم. فهو هنا ربط ما بين الحدث الحرفي وما بين الحدث الروحي، بمعنى ان انا المفروض اما تمنطق ان انا ما بقاش في حاجه خلاص تانية تشغلني. يعني طالما ابتديت في الطريق مع ربنا خلاص اي حاجه تانية تشغلني انا ربطتها وما بقتش شغلاني اثناء الوقت ده. يعني هي باختصار بتشير للاستعداد، الاستعداد والجديه زي ما حضرتك قلت. والجديه طبعا. احنا عندنا مشكله ان احنا الجديه في الحياه الروحيه ممكن نبتديها حلو قوي، وابتدي بقى ان انا يعني بصلي المزامير والاجبيه وبحضر قداسات وبتاع، واجي مره واحده كده اقع في نص الطريق والجديه تروح وما بقاش فيه جديه طول الطريق. زي الواحد في استمراره مع الحياه مع ربنا يكون واخدها بجديه. تمام. هو انا زي ما اشرنا ان هو اكد على النقطه دي ان احنا ما ينفعش ملعون من عمل الرب برخاوه، فهو اكد على نقطه الجديه وقال لنا صحين بعديها على طول. عايز يقول لنا خليكم صحصحين، خدوا بالكم ما ينفعش واحنا ماشيين في طريق ربنا ان احنا نمشي خطوه لقدام ونرجع خطوه لورا، او ان احنا نمشي بخطوه قدام ونرجع ننشغل بامور اخرى. لا، لازم يعني هو عشان يفسر منطقه أحقاء ذهنكم كان لازم يحط كلمه صحين. صحينا. فما ينفعش ان انا اخد طريق ربنا زي ما يجي وخلاص. زي مثلا ناس كتيره يقولوا انا بحضر في اي كنيسه وخلاص. يعني لا، لازم ابقى مصحصح. خد بالك وانت ماشي في طريق ربنا هيخش الثعالب الصغيره موجوده، الكرم ممكن كله يفسد وانت مش واخد بالك.
وانا ممكن اول ما اوضحها مثلا العذارى الحاكمات والجاهلات كله كان عايز يقابل العريس. صحيح. مش هنقدر نقول ان العذارى الجاهلات ما كانواش عايزين يقابلوه، بس دول كانوا مصحصحين ودولت كانوا لا. فصحين نوت راجع حلو قوي على الايه ان انا لازم في طريق الروحي ابقى مصحصح، ابقى عارف انا بعمل ايه وبعمله ازاي، ابقى عارف ان في قانون روحي للكنيسه انا ماشي عليه. تمام. لا يكلل الا من جاهد قانونيا. في مهم قوي في الجهاد ان يبقى جهاد قانوني، ما ينفعش ابقى انا ماشي على جهاد بره فكر الكنيسه، يعني ما ينفعش الكنيسه تبقى مثلا بتحتفل بالقيامه وبافراح القيامه وانا صايم. يعني عايز تقول ان انا ممكن اكون لو انا مش ماشي مظبوط ومصحصح زي ما حضرتك بتقول، او زي ما بيسموها الاباء اليقظه الروحيه، ابقى بجهد نفسي وخلاص، يعني ما يعني لا امسك ثمرا او يعني لا امسك صيدا، يعني مجرد بس مجهود جسدي وبدني وذهني ولكن ملوش مقابل. بالظبط، زي اللي بيصارع الهوى، هو بيصارع وبيتعب نفسه في الاخر ما بيحصلش على نتيجه. فصحين ان هو زي ما قلت لحضرتك بتشير قوي لل انت لازم تبقى مصحصح، انت بتعمل ايه؟ الكنيسه النهارده واخدانا على فين؟ قرايات الكنيسه واخدانا على فين؟ احنا برضو نسينا نشير ان الكاثوليكون دي اللي هي الرساله او رساله بطرس الرسول دي من رسائل الكاثوليكون اللي هي الرسائل الموجهه للكنيسه كلها. فاحنا من قراياتنا للكتاب المقدس لازم نبقى واخدين المعنى الروحي الصح. في تسليم اباء لازم نبقى واخدين المفهوم اللي الاباء كانوا عايشين بيه، فلازم ابقى مصحصح لكل حاجه الكنيسه بتوجهني ليها، فما ينفعش اتمنطق بدون ما ابقى مصحصح. لو تمنطقت بدون ما ابقى مصحصح هبقى فعلا ببذل مجهود زي ما حضرتك قلت وبس. بس الصحصحه او اليقظه الروحيه دي اللي تفيد المنطقه، فانا لما اتمنطق وابقى صاحي الاثنين يساعدوني على خلاص نفسي. تمام. فإلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة، فإلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة، يقصد بها إيه؟ إن إحنا نلقي رجاءنا على النعمة. هو قال على النعمة المؤتى بها، النعمة دي حاجة من عند ربنا. يعني إحنا ما لناش أي فضل طبعا فيه. فالنعمة المؤتى بها دي جاي من عند ربنا. الرجاء بدونه الحياة الروحية تخور. أيوة. يعني تخيل حضرتك طالب في الثانوية عامة بيذاكر بدون هدف، اكيد هيبقى بدون هدف مش هيذاكر، مش هيدي مجهود كويس، مش شايف اللي هو واصله. بس لما يبقى حاطط تارجت قدامه ان انا عايز ابقى كذا، فاكيد هيهون عليا الجهاد اللي انا بعمله في المذاكره. صحيح. نفس الكلام في حياتنا الروحيه، الرجاء باختصار هو الامل او العشم، انا عشمي في ربنا ايه. فنقدر نقول ان الرجاء عكس الياس، عشان توضح قيمه الرجاء هنقول ان الرجاء عكس اليأس. فانا طالما عندي رجاء فانا شايف اللي مش شايفه بالعين الماديه، شايف حاجه بصارع من اجل ان انا اوصل لها. فزي ما قلنا الرجاء عكس اليأس. الرجاء طبعا الرجاء في حاجات كتيره، انا برجو ايه اصلا؟ يعني ممكن اكون ارجو ان انا اتخلص من خطيه معينه، فدي محتاجه مني جهاد ومحتاجه مني رجاء. فانا لو انا انغمست في الخطيه وانا ما عنديش رجاء ان انا هقدر اتغلب عليها هيصيبني الياس. الرجاء بالفشل، لو انا عندي مشكله كبيره وبقول ان المشكله دي ملهاش حل، بدون رجاء هقع في الياس. استاذ جوزيف، يمكن حتى الجمله نفسها فيها رجاء، النعمه التي يؤتى بها اليكم، يعني بالنعمة اللي انتم يعني هتاخدوها كده مجانا، يعني مش بجهادك ومش بتعبك ومش بمجهودك، دي نعمة من عند ربنا. او عشان بس ما يختلطش الامر على على المشاهدين، طبعا احنا ما لناش اي دور في دخولنا الملكوت، دي نعمة من عند ربنا. يعني انا ما فيش اي جهاد هقدر اعمله هيكون هو المقابل بتاعه الملكوت، عشان انا ما اقدرش ادخل نفسي الملكوت لوحدي، بدون نعمة ربنا مش هقدر أدخل الملكوت. بس في نفس الوقت ربنا برضو عمل ليا دور. ربنا أما خلقني مخير ساب لي الحرية، قال لي أدي الطريق الصح وأدي الطريق الغلط، فأنت بجهادك تقدر تمشي في أنهي طريق. لو أنت تكسلت وتهاونت بدون ما تمنطق أحقائك وتبقى مصحصح في الطريق، مش هتوصل للنعمة المؤتى بها، مش هتوصل أو مش هتستحق النعمة، أنت اللي هترفضها. هي النعمة موجودة. صحيح. ربنا أعد لنا مكان من قبل تأسيس العالم، فالمكان معد، بس أنت هتروح ولا لا؟ فالنعمة في أن ربنا أعد المكان، أن ربنا موجود، أن ربنا قال لك أما تيجي تصلي لي قول لي يا بابا يا أبانا، قول لي قال لك دي نعمة، نعمة إحنا ما نستاهلهاش، أن أنت بتتعامل مع خالق الكون ومع رب الأرباب بعلاقة بنوة، دي نعمة إحنا ما نستاهلهاش. في حياتنا نعم كتيرة لا تحصى ولا تعد، بس دوت
ما نقدرش ان يجي على حساب الجهاد والمنطقه والصحايا. يعني لو مثلناها كده باختصار ممكن نقول الهديه في اخر الطريق وعليك ان انت تجري عشان توصل لها. طب انا اصلا عاجز، اصلا رجلي وجعاني، اصلا مش عارف ايه. النعمه بقى هي اللي بتسند وتساعد. النعمه والرجاء. النعمه والرجاء. ان انا عندي رجاء ان انا اوصل وعندي نعمه تسندني حتى لو انا مش قادر، حتى لو انا ما استاهلش وما اعرفش وما عنديش خبرات وغير مؤهل. النعمه هي اللي تسند وتوصلني. النعمه مش عايزه يعني تقريبا 100% او 99.9% نعمه، وانا عليا حاجه بسيطه ربنا زي ما بيقول عايز يفرحني بعملي، فبيقول لي اعمل الحاجه البسيطه دي اللي انت مش تقدر تعمله انا خلاص عملته لك. تمام. الباقي ده انت اتفضل شارك معايا. تمام. يقول عند استعلان يسوع المسيح، بالتاكيد دي يقصد بها المجيء الثاني يعني. بالظبط. وزي الواحد كيف ينظر الى المجيء الثاني او كيف ينظر الى الحياه الابديه، وليه هنا الجمله دي اربطها ازاي باللي قبلها، فكره ان انا اجتهد وان انا اسعى وفكره الرجاء. زي ما حضرتك قلت هي طبعا بتشير للمجيء التاني. وحتى الاباء اللي زاروا اللي اختطفوا للسماء وزاروا السماء ما عرفوش يعبروا عن اللي هم شافوه. يعني بولس الرسول لما اختطف للسماء اما رجع يكلمنا عن السماء قال ما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن، حاجه لا توصف. فاحنا بالرجاء دوت احنا معنى كلمه ايمان ايه؟ الثقه بما يرجى. فهو الايمان والرجاء مرتبطين ببعض. يعني كلمة إيمان ثقة بما يرجى، فالرجاء في اللي أنا هوصل له دوت اللي بيديني الحافز للإيمان. فزي ما حضرتك قلت الأبدية ده شيء يستاهل كويس قوي إن احنا نستعد له كل لحظة وكل دقيقة، عشان دي حياة، هي اسمها حياة وحياة أبدية. احنا بنعرف كويس قوي إزاي نستعد، ودوت بيبان في حياتنا. يعني لو أنا افترضنا إن أنا مسافر كمان شهر أمريكا، أكيد هبقى طول الشهر دوت بعمل استعدادات قصوى، بحضر باسبور وبجمع ورقي وبحضر فلوس التذكره وبعمل. انا اعرف كويس يعني ايه كلمه استعداد. طيب. اللي داخل على جواز عارف ازاي يستعد، فما بالك بقى احنا داخلين على حياه ابديه. فاذا كنا نفهم كويس قوي الاستعداد وبننفذه في حياتنا العالميه بدقه شديده، يعني صعب ان انا اقول انا ما اعرفش يعني ايه استعداد، يعني ايه استعداد. لا، الاستعداد في حياتنا واضح في حاجات كتيره بنطبقه، في دخول ولادنا المدارس نستعد لليوم دوت. فانا كلمه استعداد، لا انا عارف كويس يعني استعداد، وعارف قوي ان انا علشان استحق ان انا اعمل الخطوه دي لازم عليا دور اعمله. ده مفهوم الاستعداد بسهوله او ببساطه. فما بالك بقى الاستعداد للحياه الابديه. الحقيقه المؤكده في حياه كل واحد فينا هي الموت. اكيد دي. فانا واثق ان في حياه ابديه. شور يعني انا ممكن ما ابقاش عارف اعمل ايه بكره، مش عارف، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. بس صحيح. الحاجه اللي الوحيده اللي انا لو اتسالت فيها هتموت اقول لك اه طب ما فيهاش نقاش. فالحياه الابديه جايه، فهل انا بستعد لها؟ ده سؤال لازم بصراحه نسال نفسنا فيه كل دقيقه او كل لحظه في كل تصرف بنعمله. هل انا مستعد؟ هو هنقعد بيكلمنا قوي عن الاستعداد، الاستعداد الروحي، منطقه احقاء ذهنكم، خليكم دايما مركزين، ما تخلوش حاجات تانية تشغلكم. فهي هو نقعد طبعا بيشير للحاله الابديه، بياكد علينا ان احنا نبقى دايما متمنطقين وجاهزين ونمشي الطريق واحنا مصحصحين لنفسنا، عشان ما نتفاجئش ان احنا زي ما حضرتك قلت ان احنا بنصارع الهواء او صحيح. ان احنا بنمشي في طريق في الاخر غلط. تمام. ازاي الواحد ما يسيبهاش للظروف او الوقت ما يسرقوش؟ لان احنا كتير بنبقى عايزين واهتم وان انا اهتم بالحياه الابديه وان انا بس ازاي يعني في كل تفصيله في حياتي انا شايف ان هذه الحياه قصيره مهما طالت وان في حياه ابديه في كل تفصيله في مشواري وانا سايق العربيه وانا بعامل الناس وانا يعني في شغلي في كل مكان. ازاي دايما يبقى ربنا في حياتي وباصص جدا للحياه الابديه؟ هو الحياه الروحيه حياه طويله. الاباء اللي تعرفنا عليهم وسير القديسين كلهم مفيش حد قدر ان هو يقول انا وصلت للكمال. فهي حياه بتبتدي وما بتنتهيش، تنتهي في الابديه وتستمر. فمحتاجه مننا ان احنا نبقى زي ما قلنا من شويه مصحصحين، مركزين، عندنا رجاء، شايفين، مصدقين. احنا كلنا عندنا ايمان، كلنا عندنا ايمان ان ربنا موجود، كلنا عندنا ايمان ان في ابديه، بس هل احنا مصدقين؟ ده سؤال لازم نساله لنفسنا دايما. انت مصدق؟ انا مصدق. انا لو مصدق، لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل، هو ده الايمان اللي اتكلمنا عليه السيد المسيح،
ان انا محتاج ان الايمان بتاعي دوت حتى يبقى صغير وهينمو مع تصديقي ومع اقتناعي بيه. فالحياه الروحيه مش هاجي في يوم وليله هبقى هوصل لمرحله ان انا هكرس حياتي كلها لربنا. بس محتاج ان انا ابدا، وعشان ابدا لازم اصدق. فلازم في نمره واحد اصدق، نمره اتنين ابدا، نمره ثلاثه ابقى واثق ان انا مش بمجهودي ولا بتعبي هقدر ان انا امشي في الطريق. في نعمه ربنا اللي بتسندني، عشان انا لو بصيت على المعوقات الروحيه اللي في طريقي هعرف ان انا مش قدها. بس احنا اوقات بندي لنفسينا اعذار كتير. معلش انا لاجل احتياجي المادي عملت كده، وقد اكون عملت كده اذيت ناس كتير خالص من اجل ان انا اخد فلوس او ان انا ابقى افضل في مكان معين. فزي في كل طريق في حياتي ابقى واخد بالي جدا ان الطريق اللي ما يوصلنيش ما يلزمنيش، وما يوصلنيش طبعا اقصد الابديه يعني. فزي في كل تفاصيل حياتي واحنا شباب صغير واحنا طول الوقت الابديه قدامي، هي دي حياه الجهاد. انا بجاهد قدام حاجات مغريه ماديه بتبعدنا عن طريق ربنا، وفي المقابل قدامي ابديه. تمام، قدامي الطريقين وربنا قال لي اختار، ادي الطريق ده والطريق ده. فانا الرجاء هو اللي هيخليني، الرجاء والايمان هو اللي هيخليني اشوف انهي الاحسن. انا دي شايف الفايده الماديه او الفايده المعنويه اللي جايه لي من الموضوع دوت، بس مش هتساعدني في طريق الابديه. تمام، وفي نفس الوقت قدامي طريق تاني وشايف المكافاه بتاعته. تمام، رساله تحب طيب تقولها لنا يعني في اخر الفقره النهارده؟ ان الطريق الروحي طريق طويل. الكتاب علمنا من خلال الرجاء ان في شخصيات عظيمه وكانوا امثله قويه لينا، سقطوا منهم معلمنا بطرس الرسول، أنكر، كان أحد تلاميذ السيد المسيح وأنكر، بس بالرجاء قدر أنه هو يبقى شهيد في المسيحية. صحيح. ويبقى كاتب رسالة من أعظم الرسالة، ويبقى الصخرة اللي تبني عليها كنيسته. صحيح. داود النبي لما السيد المسيح قال لنا فتشت بين قلوب البشر فلم أجد مثل قلب داود عبدي، الكتاب يقول لنا عنه أنه وقع وقعات عظيمة. فالكتاب مسته وجماله ان هو متوازن، مش صحيح، ويعطي رجاء لكل انسان. بالظبط. فاذا كان قدامنا امثله حيه وقعوا وقاموا فنعرف ان احنا وحشين، بس عندنا فرصه حلوه قوي ان احنا نتمنطق ونشد احقاء ذهننا ونبقى مصحصحين لنفسنا ونمشي الطريق، وربنا قادر يوصلنا بالنعمه المؤتمنه. امين. بشكرك جدا استاذ جوزيف كامل خادم بكنيسه القديسه العذراء مريم برحاب، نورتنا وصباح النور. ولسه معاكم مشاهدينا، ولسه معانا فقرات اخرى مهمه في صباح النور بعد الفاصل.